بسم الله الرحمن الرحيم. تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے قاری قرآن قاری محمد وقاص صاحب دامت برکات ملالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله
ونجني من القوم الظالمين. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني قوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا قوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون
مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين حافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن لحافظين كراما كراما كاتبين يعلم
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين بھائی سبحان اللہ کہنے میں بخل نہ کرے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں مرکز حافظ الحدیث کے اندر حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کا ہر بیان اس میں یہ کثرت سے سب کا ہو اور خطیب العصر حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے بلکہ عرش پر چرچہ ہوتا ہے قبل اس کے کہ وہ لمحے آئیں آپ کی زبان لڑ کھڑا جائے اور آپ اللہ کا نام لینا چاہیں نہ لے سکے رب نے ابھی آپ کو توفیق دی ہے اسی کی توفیق سے رب کے نام کو بلند کرے جب قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرے جب ختم کریں تو کیا کہنا ہے سبحان اللہ ابھی بھی آواز بلند نہیں ہوئی اتنا بلند کرے کہ عرش پر آپ کے چرچے ہو جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ رب سے محبت کرتے ہوئے رب کے نام کو بلند کرے باوازے بلند کہیں سبحان اللہ اے اللہ جو اونچی آواز سے کہے اسے اس سال اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کرا اسے اسی سال بیت اللہ کی زیارت کرا یصلونها وما أدراك ما يوم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدورك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله.